مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم ملفات. نفتح ملف الصحه في هذا البرنامج اليوم، وصحه المصريين اولا هو شعار رفعته الدوله المصريه بشكل لم يسبق له مثيل، خاصه التسع سنوات الماضيه. الدوله المصريه اطلقت حزمه من الخدمات الصحيه العاجله وعملت في اتجاهين. الاول هو اعاده تاهيل البنيه التحتيه الصحيه وتطويرها لتواكب التطور في اداء الخدمه الصحيه العالمية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. الاتجاه الثاني كان إطلاق خدمة من الخدمات الصحية بمعايير الجودة المتبعة عالميا. ولما نتكلم عن حجم الإنفاق الذي تم إنفاقه خلال التسع سنوات الماضية، نحن بنتحدث عن 572 مليار جنيه تقريبا خلال تسع سنوات الماضية، يعني فوق النصف تريليون جنيه. حول هذا الموضوع هتدور حلقة اليوم، وهي يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الدكتور عبد الله عوارة، عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، عضو مجلس نقابة أطباء الغربية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ حسام. اسمح لنا نبدأ الأول نعرف الناس ماذا نتحدث عنه، تقرير سريع كده عن ملف اليوم. فضل. ثم نبدأ بعدها حوار. شرف بحضرتك. تفضل. شهدت مصر خلال السنوات العشر الماضية تطورا ملحوظا في القطاع الصحي بعد أن خصصت الدولة نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومي للإنفاق على الصحة، بل سعت الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي لتطوير شامل للمنظومة الصحية، شملت إطلاق 14 مبادرة رئاسية صحية لتوفير رعاية طبية متميزة للمواطنين، حيث نجحت في تحقيق معدلات غير مسبوقة سواء في الكشف أو العلاج أو حتى في إجراء العمليات الجراحية. وكانت البداية بمبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، والتي تمكنت من فحص ما يقرب من 70 مليون مواطن. كما تضمنت جهود 100 مليون صحة إطلاق مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة بهدف تقليل مدة الانتظار وتخفيف العبء المادي عن كاهل المرضى بتكلفة إجمالية 6.2 مليار جنيه حتى الآن. وجاءت المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة التي تقدم خدمات الفحص والتوعية الصحية لنحو 35 مليون سيدة، كما جرى الفحص ل 1.7 مليون طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي لطلاب المدارس بالمجان، فضلا عن الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى الطلاب. وشملت المبادرات الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع ومكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار وغيرها من المبادرات الصحية التي غيرت شكل ومضمون المنظومة الصحية في مصر، ليبلغ عدد المستفيدين منها ما يقرب من 95 مليون مواطن وبتكلفة تجاوزت 20 مليار جنيه، وذلك للنهوض بالصحة العامة للمواطنين في إطار من العدالة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة. تابعنا مع مشاهدينا الكرام في هذا التقرير مجموعة من المعلومات الهامة حول ملف الصحة. طبعا تقرير مهما كان صغير ولكن فيه معلومات كثيرة هنستفيد فيها في خلال هذا اللقاء مع الدكتور عبد الله عوارة، عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، عضو مجلس نقابة أطباء الغربية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ حسام. يعني قبل ما نبدأ في سرد هذه المعلومات، كنا دايما بنسمع حكمة زمان بتقولك الوقاية خير من العلاج. نعم. هل الحكمة دي صحيحة ومهمة فعلا ممكن نطبقها في حياتنا؟ هو الحقيقة الحكمة دي صحيحة جدا، وهيكون ليها شرح تفصيلي مع حضرتك، لكن اسمح لي في البداية ان انا اوجه رسالة مهمة جدا حريص انها توصل من شاب مصري للقيادة السياسية. انا بوجه رسالة دعم للقيادة السياسية المصرية وللسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما تتخذه الدولة المصرية من تدابير للحفاظ على الامن القومي المصري ازاء التحديات الحاليه اللي بتواجهها مصر. نعم. امبارح يا استاذ حسام الشعب المصري نزل للشارع عشان يوصل رساله واضحه، الرساله دي تصل للداخل وللخارج وللجميع. اكيد طبعا. رسالتنا كانت واضحه ان احنا بنقول نعم للحفاظ على الامن القومي المصري، بنقول نعم لدعم الحقوق العادله للشعب الفلسطيني، بنقول نعم نحن في حاله اصطفاف وطني خلف قيادتنا الوطنية الواعية للحفاظ على الدولة المصرية. طبعا. رسالتنا كانت واضحة ان احنا بنقول لا لتهجير الفلسطينيين خارج حدود فلسطين.
بنقول لا لقصف المستشفيات ودور العبادة وقتل الأطفال. نعم. بنقول لا لأي شكل من أشكال الدعم أو الحصار اللي يكون موجود ومنع وسائل الإغاثة عن الشعب الفلسطيني. طبعا. رسالتنا كانت واضحة، وبنوجه من خلال حضرتك رسالة دعم واضحة وقوية للقيادة المصرية، وهذا ما أكد عليه الرئيس السيسي اليوم في مؤتمر السلام، ونحن جميعا خلف قيادتنا الوطنية لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على مقدرات الشعب المصري ومواجهة كل التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري. أكيد. ده في البداية بحيث تكون رسالة واضحة مع حضرتك. الأمر الثاني خليني أرد على التساؤل اللي حضرتك بتقوله لنا، وهو الخطة الدولة اللي تمت في خلال الفترة اللي فاتت من منظور الوقاية. نعم. الحقيقة فندم كلفة مواجهة الأمراض كلفة كبيرة جدا على كل الحكومات، ودائما ما تحرص كل حكومة حريصة على مصالح وطنها أن يكون فيه وسائل وإجراءات وقائية تمنع الإصابة أو الانتشار للأمراض والأوبئة داخل الوطن. الحكومة المصرية اتخذت هذا القرار كخيار استراتيجي لها ابتداء من العام 2014 مع وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن احنا هننتهك كل وسائل الوقاية اللي تمنع وجود وانتشار الأمراض، خصوصا الأمراض الأكثر انتشارا داخل المجتمع المصري، وده هيحد بالنسبة لي من كلفة العلاج بعد كده، وهيحسن بالنسبة لي الإنتاجية العامة للشعب، وهيحسن بالنسبة لي انعكاسا على الوضع الاقتصادي العام للدولة. طيب، وبالتالي هي دي الاستفادة المباشرة من هذا. خلينا أسألك هنا سؤال، دايما احنا بنقول الصحة ده واحد من الحقوق الأساسية لأي إنسان في العالم. نعم. لكن يمكن ناس كتيرة ما تفهمش معنى الصحة فعلا. نعم. المعنى الحقيقي للصحة. تمام. يعني حضرتك قلت لي تكلفة الإنتاج و و و، لما أقول ما هو المعنى الحقيقي للصحة من وجهة نظر الطبيب، من وجهة نظر واحد من العاملين في الجهاز الصحي المصري؟ تمام فندم. الحقيقة الصحة زي ما حضرتك تعلم هي تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يعلمه إلا المرض. نعم. الصحة فندم تعني مواطن صالح يقدر يؤدي دوره كرب للأسرة. الصحة تعني موظف صالح يقدر يؤدي دور الوظيفة لخدمة المواطنين. الصحة تعني مواطن صالح جوه هذا الوطن يستطيع أن يحافظ على بلده ويحميها بالفكر والفهم الصحيح. الصحة تعني عدم الاحتياج للمرض أو الاحتياج للآخرين أو الاحتياج للدعم. الصحة تعني تقليل كلفة الإنفاق من الدولة في هذا المجال وتوجيهها لمجالات أخرى يستفيد منها المواطن اللي كان عم بحياة سعيد. الصحة هي تاج على رؤوس كل مواطن، وهي هدف أساسي للدولة للحفاظ عليه ورعايته بالنسبة للمواطن. تمام. بالنسبة للأمراض السارية زي ما بنقول عليها. تمام. هل كل شعب أو كل منطقة ليها أمراضها السارية مختلفة عن التانية، ولا يمكن بتتشابه الدول مع العولمة اللي احنا عايشينها الوقت؟ هو الحقيقة فندم الموضوع بقى اللي احنا داخلين فيه مع حضرتك دلوقتي هو التحدي الأهم بالنسبة لنا، وهو الأمراض والقطاع الطبي المصري وماذا حدث في خلال التسع سنوات. تمام. اللي فاتت من 2014 وحتى الآن. طبعا. الحقيقة خليني أوضح لحضرتك أن الدولة المصرية أصبحت لها توجه جديد في التنمية وفي أي تخطيط بتعمله، وهو التوجه نحو الاستدامة. نعم. أنه إحنا لما هنعمل حاجة عايزين الحاجة دي نبتديها وتستمر بشكل مستمر. فكان التوجه في القطاع الطبي نحو التنمية المستدامة بيعتمد على مبدئين أساسيين. المبدأ الأول أن إحنا عايزين نعمل تحسين للمنظومة الصحية بكل ما تشمله هذه المعنى أو هذه الكلمة من معاني. طبعا. والأمر الثاني أن إحنا عايزين نقدم خدمة صحية للمواطنين ذات مواصفات خاصة، من ناحية الجودة، من ناحية الإتاحة، من ناحية الشمولية، من ناحية عدم التمييز. طيب، الدولة لما حطت الأهداف دي قدامها وابتدت تشتغل عليها في خلال الفترة اللي فاتت، ركزت في خلال التسع سنوات على خمس عناوين أساسية هقولها لحضرتك وابتدي في شرحها وتوضيحها، أو خمس محاور أساسية. تمام. هي كانت التحديات اللي الدولة اشتغلت عليها في مدار التسع سنوات اللي تمام. فاتت. الأمر الأول هو حجم الإنفاق الحكومي على القطاع الطبي. احنا كان عندنا انفاق ضعيف، فالدولة حطت رؤيتها الاساس ان لازم يكون في تمويل قوي، ان احنا هنفعل بند 3% من الدستور للانفاق الصحي، ان احنا هنوصل بحجم انفاق بكلم حضرتك من 2014 حتى 2023 يصل للتريليون جنيه، وده رقم ضخم في جميع المجالات اللي انا هوضحها لحضرتك. نعم. فالامر الاول كان زيادة الانفاق الحكومي على القطاع الطبي. الامر الثاني كان التوسع في تطوير البنية التحتية الصحية داخل المجتمع المصري، سواء من خلال إنشاء مستشفيات حديثة أو تطوير المستشفيات والمؤسسات الطبية القائمة، شاملة بقى مراكز طب الأسرة وحدات الصحية ومراكز الإسعاف وهكذا، من جميع مؤسسات الطبية الموجودة داخل جمهورية مصر العربية. تمام. الأمر الثالث كان إن إحنا نبتدي نركز على مجموعة من الأمراض الأكثر انتشارا، ونبتدي نواجهها مباشرة من خلال مجموعة من المبادرات الصحية اللي بتتم تحت إشراف شخصي من السيد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان فاعلية هذه المبادرات وتحقيق النتائج المرجوة منها زي ما أنا هوضح لحضرتك حاليا. الأمر الرابع كان نظرة بعيدة المدى. طيب، إحنا دلوقتي بنعمل مؤسسات طبية
بنزود حجم التمويل، بنحاول ان احنا نطلق مبادرات. طيب كل ده في اللحظة الآنية، لكن النظرة، نظرة الدولة للتنمية المستدامة كان عمادها وصلبها في هذا الأمر هو إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل اللي أنا هستفيد برضو في شرحها مع حضرتك حاليا. تمام. وآخر أمر هو في كل هذا المسار اللي احنا ماشيين فيه من 2014 حتى الآن، خط التقاء عرضي قطع هذا المسار، لكن هذا الخط أدارته الدولة بمنتهى الحكمة وربنا كرم مصر انها تمر منه بأقل الضرر، وهو أزمة جائحة كورونا التي واجهت مصر في خلال العام 2020-2021. دي حقيقة اللي أنا عايز أوضحه لحضرتك، اللي هي النقط الأساسية في استراتيجية الدولة على مدار التسع سنين اللي فاتوا، إحنا هنشتغل إزاي في المنظومة الطبية. طيب خلينا نسأل هنا سؤال. فضل خلينا. في هذه المحاور في حاجات شايفاها الناس كويس، وفي حاجات مش شايفاها الناس. بالضبط. تمام. نبدأ باللي الناس شايفاها. كويس خالص. شفنا المبادرات وأولها 100 مليون صحة، ودي كانت أول مبادرة أشادت يمكن بها الأمم المتحدة إن يحصل حاجة زي كده. وهذه المبادرة لم تنتهي برضه، عشان نقول للناس يعني 100 مليون صحة مستمرة في الأمراض السارية، مستمرة في فروع تانية مختلفة، سواء بقى صحة المرأة أو الجنين، اكتشاف ضعف السمع، الأمراض في السمنة والأنيميا والتقزم في طلاب المدارس، دي كلها مبادرات منبثقة عن 100 مليون صحة، وطلع منها طبعا الأمراض السارية زي الضغط والسكر وغيره. ف 100 مليون صحة هنا هو اللي استمرت ومازالت مستمرة معاها، وكان يمكن آخرها 100 يوم صحة. نعم. أهمية هذه المبادرة حقيقة على الأرض كانت إيه؟ طيب أنا عايز أوضح لحضرتك أمر في غاية الأهمية بخصوص المبادرات الرئاسية. فكرة إن إحنا يكون عندنا مخطط استراتيجي لأول مرة في الدولة المصرية، قاعد يرصد الواقع الاجتماعي ويحط أولويات وينفذ خطط لمواجهة هذه الأولويات، ده أمر في غاية الأهمية، وهو ده كان الفكرة والنواهي الأساسية اللي انطلقت منها المبادرات الصحية الرئاسية بإشراف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا هقول لحضرتك النهاردة في اللحظة اللي أنا بكلم حضرتك فيها إحنا وصلنا لإيه، وبعدين أحكي لحضرتك ده حصل إزاي. إحنا وصلنا لإيه يا فندم، إن إحنا 14 مبادرة رئاسية تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية، إجمالي عدد مستفيدين أكتر من 92 مليون مواطن تلقوا خدمات مباشرة من هذه المبادرات. جميل. إجمالي خدمات أكتر من 141 مليون خدمة تم تقديمها بكافة أشكال الخدمات من خلال هذه المبادرات. هذا هو حجم الإنجاز. كيف تحقق هذا الإنجاز؟ أوضح لحضرتك. أوضح لحضرتك من خلال المبادرات، إن إحنا نبتدي نتكلم في واحدة من أهم هذه المبادرات، وهي مبادرة القضاء على فيروس سي. الحقيقة يا فندم حضرتك تعلم ان احنا سنة 2008 كان عندنا اكتر من 10% من الشعب المصري مصاب بفيروس سي. ده كان المكتشف. ده فندم. ده غير المكتشف. عندنا وفيات سنوية 50,000 حالة نتيجة الاصابة بفيروس سي وسرطان الكبد. عندنا اكتر من 6 مليون مواطن مثبت اصابتهم بفيروس سي. ده الوضع اللي كان موجود في مصر سنة 2008. 2023 بعد الجهود اللي هوضحها لحضرتك، ايه الموقف النهاردة؟ ان منظمة الصحة العالمية حضرت الى مصر وسلمت الرئيس السيسي اشهاد بان احنا وصلنا لاستكمال المستوى الذهبي في خطه القضاء ومواجهه فيروس سي، وان احنا نسبه الاصابه قلت عندنا اكتر من 97%، وده رقم عظيم. كيف طبعا تم ذلك يا فندم؟ هو ده اللي احنا بنوضحه للناس، واللي احنا بنقول للناس ان الدوله لا تتخلى عن دورها وتؤدي دورها برؤيه وتؤدي دورها وفقا لاولويات واحتياجات الشعب. النهارده حضرتك انا بتكلم في فحص اكتر من 60 مليون مواطن. بعد ما تم هذا الفحص لاكثر من 60 مليون مواطن، الحالات اللي كانت ايجابيه اكثر من 5 مليون مواطن مصاب بفيروس سي. تزامن مع الحمله وجود بروتوكولات علاج جديده، وهذه البروتوكولات مكلفه للغايه. صحيح. الدوله من خلال هيئه الشراء الموحد ودعم السيد رئيس الجمهوريه قدرت انها توفر هذا العلاج لهذا العدد الضخم بالملايين بالمجان للقضاء على المرض ومواجهته. خلينا عشان نوصل لهذا الرقم. سعر الدواء كان كام؟ احنا بنتكلم في ارقام بالالافات يا فندم. يعني كورسات العلاج على طبعا يعني كان بالالاف دولار بالظبط كده، ارقام ضخمه جدا. النهارده حجم المناقصه اللي مصر دخلتها والتعاقد اللي عملته وضغط السيد رئيس الجمهوريه ادانا اسعار متميزه، وقدر ده يتوفر للمواطن العادي بالمجان على نفقه. صحيح. الدوله او من خلال التامين الصحي كمان، وبدانا نصدره. وبكلم حضرتك النهارده في اشهاد وصول للمستوى الذهبي، وان انا بقلل نسبه الاصابه ل 97%، وده رقم يعتبر انجاز كبير جدا. صحيح. المبادره الثانيه اللي بوضحها لحضرتك وهي مبادره القضاء على قوائم الانتظار. اما بتكلم النهارده في مئات والاف المرضى كانوا ينتظروا ادوارهم في رعايات في احتياجهم لتدخلات جراحيه عاجله، وهذا الاحتياج كان ينتظر الدور بتاعه يجي بعد شهر او ثلاثة او أربعة. النهارده انا بكلم حضرتك في عدد المواطنين اللي استفادوا من مبادره القضاء على قوائم الانتظار 1.9 مليون، يعني 2 مليون مواطن تقريبا. تكلفه اكتر من 8.2 مليار جنيه حتى شهر يونيو 2023. يعني بكلم حضرتك في مبادرات تغطي اكتر من 14 تخصص بعدد مواطنين يستفيد منه اكتر من 2 مليون مواطن، وده رقم ضخم ويؤكد على فعاليه هذه المبادرات
وعلى إقبال المواطنين على التفاعل معه. الحقيقة برضو المرأة المصرية فندم كان لها نصيب طيب جدا من دعم القيادة السياسية من خلال مجموعة المبادرات، سواء مبادرة دعم صحة المرأة الخاصة باكتشاف سرطان الثدي وكافة الوسائل التشخيصية والعلاجية اللي كان بيتم توفيرها بالمجان. اتفضل يا فندم. قبل ما نكمل خلينا نعرف الناس مجموعة تانية من المعلومات عن هذه المبادرات. نعم. ونستكمل الجزء الثاني بعد هذا التقرير. تمام. اتفضل. اتفضل. مصر اختارت طريقا للإصلاح الصحي الشامل، وهو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي حازت على العديد من الإشادات لنجاح تطبيقها في المرحلة الأولى. ويعد التأمين الصحي الشامل إنجازا تاريخيا وأملا لكل المصريين، وله انعكاسات إيجابية عديدة، من أهمها زيادة قدرة المواطن على الإنتاج وتعزيز انتمائه وولائه للوطن، كما أن تطوير قطاع الرعاية الصحية هو أساس التنمية للقطاعات الأخرى وتحقيق الأهداف الإنمائية الشاملة المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030. كشف تقرير لوزارة الصحة والسكان الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومدى جاهزية المنشآت الصحية تمهيدا لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن. كما أوضح التقرير ما تم إنجازه ضمن خطة العمل والتي انطلقت في محافظات بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان والأقصر، حيث إجمالي عدد منشآت المرحلة الأولى 362 منشأة تم الانتهاء من تجهيز وتطوير 98% منها ونقل تبعية 296 منشأة منها لهيئة الرعاية الصحية، وجاري التجهيز لنقل 18 منشأة أخرى. إن الدولة لديها خطة طموحة لتقليل الإنفاق الشخصي على الصحة بنسبة 20-22% طبقاً لرؤية مصر 2030، ما سيتحقق بتضافر جهود الشركاء والفاعلين في القطاع الصحي الحكومي والخاص والأهلي كافة. إن مصر حققت تقدماً ملحوظاً في تحسين المؤشرات المالية المتعلقة بالصحة، ومن أبرزها زيادة الإنفاق الصحي الحكومي بنسبة أكثر من 20% وتقليل الإنفاق الشخصي على الصحة بنسبة 59.3%، منوهاً إلى أن بورسعيد الأولى في انخفاض نسبة الإنفاق الشخصي على الصحة بنسبة 47.9%، وهو الأثر الناتج عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. حول الموقف الخاص بالبنية التحتية والإنشاءات وموقف التجهيزات الطبية وغير الطبية للمنشآت الصحية خلال العام الماضي لمحافظات المرحلة الأولى، حيث بلغت نسبة المنشآت المجهزة 98%، كما تضمن التقرير النسب الخاصة بتسجيل المنتفعين ضمن المنظومة وفتح ملفات عائلية وفردية من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة. ومما لا شك فيه فإن توجيهات القيادة السياسية بامتداد التأمين الصحي الشامل إلى محافظات الجمهورية كافة لوضعها على أجندة أولويات الدولة والحكومة لضمان توفير رعاية صحية تليق بالمصريين بمعايير عالمية. تابعنا معا مشاهدينا الكرام هذا التقرير حول التأمين الصحي الشامل، ما سنصل إليه مع الدكتور عبد الله عوار عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، عضو مجلس نقابة أطباء الغربية. أهلا بحضرتك مرة ثانية. أهلا وسهلا بحضرتك. والمبادرات ديت ولسه عندنا مبادرات كتيرة، يعني هنحاول نجمعها كلها. تمام. وصلت بينا للتأمين الصحي الشامل. نعم. فوصلتنا إزاي للتأمين الصحي الشامل؟ هو الحقيقة يا فندم المبادرات اللي تم إطلاقها بإشراف السيد رئيس الجمهورية كان عبارة عن معالجة لأمر في منتهى الأهمية، إن المواطن المصري عندي كان يقسم إلى مجموعتين، في مجموعة خاضعة للتأمين الصحي الحكومي وفي مجموعات ما لهمش تأمين صحي حكومي، وكانوا يبقوا مخاطبين بحاجة اسمها قرارات العلاج على نفقة الدولة. صحيح. من هنا من هذا التمييز ومن هذه التفرقة جت فكرة منظومة التأمين الصحي الشامل اللي الدولة تبنتها، إنه إحنا عايزين جميع المواطنين المقيمين على أرض مصر بيتم تجهيز مؤسسات طبية تقدم خدمة ذات جودة عالية لها قدرة تنافسية للقطاع الخاص، ويكون الخدمة دي متوفرة للمرضى من خلال مؤسسات مجهزة بإشراف الدولة، ويكون ده متوفر للجميع، السيدة والرجل، الكبير والصغير، الموظف أو العامل والغير عامل. من هنا كانت فكرة التأمين الصحي الشامل في خلال المرحلة اللي فاتت. الحقيقة فندم منظومة التأمين الصحي الشامل ابتدت على ست مراحل،
وكان الاختيار في المرحلة الأولى لست محافظات، يعني بورسعيد الأقصر وأسوان وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس كمجموعة محافظات تجريبية في المرحلة الأولى، بيكون الهدف منها هو طرح الرؤى والأفكار على الأرض، التنفيذ، اكتشاف الإيجابيات، اكتشاف السلبيات، معالجة الأمور، ثم الانتقال لباقي المراحل بعد كده. الحقيقة في المرحلة الأولى فندم احنا ابتدينا سنة 2019 من محافظة بورسعيد واكتمل تقريبا كل المحافظات، احنا بنخلص آخر حاجة فيها. وخليني أطرح لحضرتك ماذا حدث. يعني احنا بنضرب النهاردة مثال بنقول يا جماعة المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل اللي أنا بعتبره هدف استراتيجي للدولة، وبعتبر إذا ربنا وفقنا وكرمنا في مشروعين أنا دايما أوضح الرسالة دي الدولة بتاع عمل عليهم، لو ربنا كرم في رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030 وقدرنا نكمل تنفيذ مشروعات حياة كريمة في الريف المصري ومشروع التأمين الصحي الشامل بما يتم الآن وبنفس معدلات الإنجاز، الدولة تكون قدمت رسالة عظيمة لخدمة الشعب المصري ونستمر فيها إن شاء الله في خلال المرحلة القادمة. مش هتكون رسالة عظيمة، هو الدولة المصرية بشعبها تتنقل نقلة تانية مختلفة تماما فهمت. ولو احنا بنتكلم على رؤية المؤسسات الدولية لينا ان مصر خلال 2030 ل 2050 هتكون واحدة من الجي 7 من الجريت 7 او السبع العظام اقتصادها لان ما ينفعش اقتصاد يقوم بدون صحة جيدة وبدون يعني كل هذه سواء بقى انفاق على البنية الاساسية او غيره. ده انا هوضح بقى لحضرتك احنا بنقول طيب المرحلة الاولى دي ماذا تم انجازه حتى الان. خلي بال حضرتك يا استاذ حسام دايما انا حريص الرسالة دي تصل للمواطنين. في فرق بين ما نتمناه وما حققنا. أنا بكلم حضرتك في جهود بذلت ونتائج تم تحقيقها. أضرب لحضرتك المثال بهذه النتائج. المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل في المحافظات الستة إجمالي التكاليف اللي أنفقتها الدولة للتأسيس لهذه المنظومة بلغ 51 مليار جنيه في الست محافظات، وده رقم ضخم بشكل مكثف في مجموعة المحافظات دي عشان أعمل بنية تحتية صحية مجهزة ومؤهلة لتقديم الخدمات اللي أنا عايز أعملها. ده رقم واحد. رقم اتنين، طيب إقبال المواطنين، بمعنى الدولة صرفت 51 مليار جنيه، الناس عملت ايه؟ 6 مليون مواطن سجلهم في منظومة التأمين الصحي. إذن أنا عندي إقبال من المواطنين للتسجيل وعندي ثقة من المواطن في المنظومة اللي الدولة بتقدمها تحت إطار التأمين الصحي الشامل لتقديم الخدمات الطبية. طيب أيه. في حال إن الدولة أدت دورها والمواطن بقى مسجل بهذا العدد الضخم، إيه اللي حصل بقى؟ أنا بكلم حضرتك يا فندم في 28 مليون خدمة طبية تم تقديمها منذ بدء العمل بالمنظومة حتى اللحظة اللي أنا بكلم حضرتك فيه، من خلال أكثر من 362 منشأة طبية متنوعة من مراكز طب أسرة ومن معامل تحاليل ومن مراكز أشعة ومن مستشفيات مؤسسة بكافة التجهيزات اللي مطلوب، وده عدد ضخم من المؤسسات الدولة صرفت عليها هذه المبالغ عشان تخدم به الستة مليون مواطن المسجلين في التأمين الصحي. بكلم حضرتك في عمليات فقط بند واحد من البنود تم تنفيذه تحت مظلة التأمين الصحي الشامل 318 ألف تدخل اتعمل تحت هذه المظلة. بكلم حضرتك في خدمات طب أسرة، وده أمر مهم جدا لأن حضرتك عارف أن ركن أساسي في منظومة التأمين الصحي الشامل هو طب الأسرة أو الفاميلي ميديسن أو وحدات طب الأسرة والرعاية الأولية. بتكلم في أكثر من 10.5 مليون خدمة تم تلقيها للمواطنين داخل هذه المحافظات الستة. وبكلم حضرتك أن هيئة الرعاية الصحية أطلقت ما لا يقل عن 40 مبادرة وبرنامج توعوي وتثقيفي وخدمي داخل هذه المحافظات. يبقى أنا النهاردة حجم الإنجاز بهذا الشكل وبهذا التخطيط في ست محافظات على مدار مدة زمنية محددة تم تنفيذه ويلمسه كل مواطن في هذه المحافظات، بنقول ان ده انجاز عظيم وان احنا عايزين نستزيد في هذا الانجاز وان احنا عايزين نسرع من معدلات العمل في هذه المنظومة عشان تشمل جميع انحاء الجمهورية، ونتمنى من الله ان يكون في توفيق للحكومة المصرية في انهاء هذا المشروع في التوقيت المحدد. اسمح لي هنا في نقطة مهمة يمكن وجديدة على الشعب المصري وجديدة على يعني هي موجودة في علوم الإدارة الحديثة من زمان، فكرة الفولو اب او المتابعة او تقييم، وهي اللي احنا بنتكلم عليها في منظومة التأمين الصحي الشامل تقييم الخدمة ومقدم الخدمة. نعم، دي نقطة مهمة جدا، اهميتها ايه للمواطن وللمنظومة نفسها؟ الحقيقة استاذ حسام السؤال اللي حضرتك بتسأله ده في غاية الاهمية. الدولة المصرية في التسع سنوات اللي فاتت كانت حريصة على مبدأ مهم جدا 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 في التعامل مع المواطنين في كافة المجالات، وهذا المبدأ أرساه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو مبدأ المصداقية والشفافية والوضوح. طيب نضرب المثال هنا في الوضع اللي احنا فيه، الدولة حطت مؤسساتها الطبية وخدماتها في موضع التنافس مع القطاع الخاص وخيرت المواطن ما بين الاثنين، لانه انت انا هديك الخدمه في الدوله انا هدفع ثمنها، انا هديك الخدمه في القطاع الخاص هي مغطاه بالتامين الصحي الشامل ولك حريه الاختيار. لم يكن ابدا بمقدور الدوله
انها تضع نفسها في هذا الاختيار الا اذا كانت هي واثقة تماما انها استعدت جيدا انها قادرة على اكتساب ثقة المواطن للقطاع الحكومي. وده اللي حصل يا فندم. النهاردة في عندنا خدمة بتقدم، وفي عندنا اليات متابعة، وفي عندنا مجال لتقديم الشكاوى اذا في اي تقصير في اي حاجة، وفي عندنا اليات رقابة واعتماد لهذه المستشفيات لضمان تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية وبشكل مستمر. ده بيخلي المواطن زي ما وضحت لحضرتك 6 مليون مواطن مسجل، بكلم حضرتك في عشرات الملايين من الخدمات. يبقى اذا المواطن ايه؟ تلقى خدمه، لقى منظومه متميزه، استمر في هذه الخدمه. انا عايز اوضح لحضرتك هنا امرين الحقيقه في غايه الاهميه. مش بس يا فندم كم الخدمات، لكن نوعيه الخدمات المقدمه بالتامين الصحي الشامل. انا عايز اوضح لحضرتك النهارده انه عمليه زراعه الصمام الاورطي بالقسطره وهي في القطاع الخاص بتتكلف مئات الالاف من الجنيهات. النهارده عشرات الحالات في بورسعيد والمحافظات المختلفه تم عملها لزراعه الصمام الاورطي بالقسطره من خلال التغطيه في التامين الصحي الشامل. بكلم حضرتك النهارده في عقارات حديثه في علاج الاورام، وعقارات حديثه لعلاج ضعف عضله القلب بتتكلف الاف الجنيهات شهريا، ويتم توفيرها من خلال منظومه التامين الصحي الشامل او العلاج قرارات العلاج على نفقه الدوله في المحافظات الغير مغطاه للمواطنين بالمجان. هنا يا استاذ حسام رسالتنا واضحه. الدولة تعرف دورها اللي هي المفروض تأديه، الدولة حريصة انها تأدي هذا الدور على اكمل وجه وفقا للامكانيات المتاحة، الدولة حريصة على معالجة السلبيات ومتابعتها عشان نتلافاها بعد كده ويكون في حالة رضا لدى المواطنين عما تقدمه الدولة من خدمات. صحيح. لما نتكلم منظومة التأمين الصحي الشامل بنتكلم في 6 محافظات، عندنا باقي المحافظات بنتكلم في 21 محافظة. نعم. اخرى. نعم. في مبادرات عشان تغطي هذه المحافظات. تمام. في تكامل مع حياة كريمة. نعم. واحنا بنتكلم دايما حياة كريمة مش فكرة ان انا يعني بصلح الوضع الاقتصادي للناس، لا، انا بصلح حياة الناس عشان يعيشوا حياة كريمة قادرين ان هم بنفسهم يعيشوا هذه الحياة الكريمة، مش بصلح بيوت عشان يعيشوا فيها وبعدين ما يقدروش يصرفوا على نفسهم، لا. فالصحة هنا جزء مهم في هذه المبادرات والتكامل. نعم. اتكلمنا على 100 مليون صحة وهذه 100 يوم صحة. نعم. وفكرة الدخول إلى صحة المرأة. نعم. صحة الجنين. نعم. إن المرأة تكون جاهزة، وإحنا بنتكلم برضو على مش مجرد يكون عندنا عدد تعداد سكان فقط زيادة اللي إحنا بنشتكي منه، لازم. نعم. يكون السكان اللي جايين كمان يكون عندهم صحة جيدة. تمام يا فندم. تمام. والحفاظ على صحة الأطفال في مبادرات الأطفال. نعم. في المدارس. تمام. والتأمين الصحي. هو الحقيقة أستاذ حسام الدولة إبان هذه المبادرات الرئاسية والنهضة اللي بتعملها في القطاع الطبي، جينا في الفترة اللي فاتت اكتشفنا إن إحنا محتاجين نشتغل بشكل مكثف ومركز وننشط من الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. طيب ليه في الفترة اللي فاتت؟ لأنه كان في تداعيات اقتصادية عالمية. هذه التداعيات الاقتصادية العالمية مؤثرة على المواطن المصري. طبعا. الدولة مش عايزة تترك المواطن في هذا التوقيت الخطر فريسة لأي حد، فالدولة تدخلت في مختلف الملفات ومن ضمنها ملف الصحة ان احنا نشتغل بشكل مكثف، وكان اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للنسخة الاولى من حملة 100 يوم صح. حملة 100 يوم صح يا فندم عايز ادي لحضرتك احصائيات. الاول احنا اشتغلنا 100 يوم وصدر تكليف من رئيس الجمهورية بزيادة المدة ل 100 يوم اضافية، فات منهم 17 يوم. خليني اوضح لحضرتك النهارده بعد ال 117 يوم ما هو حجم الانجاز. الدولة عملت ايه؟ الدولة يا فندم قدمت 41 مليون خدمة مجانية في مختلف المبادرات الرئاسية والخدمات الطبية المكثفة على مدار 117 يوم، وهذا رقم ضخم. بكلم حضرتك في علاج أكتر من 200 ألف مواطن ضمن هذه المبادرة في قوائم الانتظار. يعني أنا في 117 يوم دول تم توفير المستلزمات واللوجستيات والفرق الطبية المطلوبة إن أنا أقدم 200 ألف مواطن يتلقوا علاج عن قوائم الانتظار بشكل عاجل ومكثف، وده رقم ضخم في مدة زمنية قليلة. بكلم حضرتك عن قرارات العلاج على نفقة الدولة، حجم الإطلاق قد إيه في خلال المدة اللي فاتت في الحملة؟ بكلم حضرتك في 1,210,000 قرار علاج على نفقة الدولة. تخيل حضرتك أنا بتكلم في 117 يوم صدر فيهم 1,210,000 قرار علاج. صحيح. شامل قرارات علاج دوائي، شامل قرارات تدخلات جراحية، شامل قرارات إقامة لمرضى بالمستشفيات وبالرعاية المركزة مغطى بالتأمين الصحي أو على نفقة الدولة. كل هذا الحجم المكثف من الإنجاز اللي الدولة بتعمله، كل الهدف منه إن إحنا نوصل للمواطن، ان احنا نأدي، ان الدولة لا تتخلى عن دورها. في فرق يا استاذ حسام بين ان الدولة تعمل حاجة وتقول انا بعمل افضل حاجة، وفي فرق بين انها تبذل اقصى جهد عشان تقدم. صحيح. دعم للمواطنين وتنتظر المزيد. لا، والموضوع يبقى مستمر ويبقى بالظبط كامل. طيب بالزبط. خلينا نطلع لتقريرنا الثالث وبعدين نكمل معاه الجزء الاخير من هذه الحلقة. اتفضل.
منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية وضع بناء الإنسان والاهتمام بملف الصحة على رأس الأولويات لما يشكله من أهمية قصوى في الحفاظ على استقرار المجتمع وتوفير حياة صحية وسليمة لكل أبنائه. تم إطلاق اللي هي المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي عشان أكون عندي مسح شامل أقدر أحدد على أساسه أنا عندي كام مريض أمراض مزمنة، عندي كام مريض عنده فيروس سي أو عنده فيروس بي، عشان أقدر بعد كده على أساسه أحدد فعلا أنا محتاج إيه المجهود أو الإنفاق اللي أنا محتاجه عشان أقضي على المرض ده وإيه الأساليب اللي أنا هتبعها. إلى جانب إن أنت كام أمراض معدية زي فيروس سي كان بيشكل عليك عبء كبير جدا على المريض وعلى الدولة. ولم تقتصر توجيهات القيادة الرشيدة على دعم القطاع الصحي فحسب، بل انطلقت المبادرات الرئاسية واحدة تلو الأخرى لتقدم الخدمات الصحية لمختلف الأعمار دون تمييز وبدون أي حدود من حيث التكلفة، لتحقق حياة صحية وآمنة للجميع. قوائم الانتظار كنا بنسمع عن إن الناس بتموت على ما يجي دور في قوائم الانتظار، بيكون مات وعدى عليه شهور. الحمد لله النهارده بقى عندنا قائم الانتظار، يعني لا مدتها لا تتعدى الايام معدوده او اسابيع معدوده على حسب العمليه يعني. ولا زالت الدوله مستمره طبعا في تقديم الخدمات الصحيه، وده باين برضو في الميزانيه بتاعت السنه الجديده، ان الميزانيه خلال سنه واحده زادت يعني بنسبه كبيره جدا، تخطت ال 200 مليار جنيه ده لدعم القطاع الصحي. وتواصلت الجهود على المناحي كافة وفي كل محافظات الجمهورية لتوفير التغطية الصحية وأن تمتد مظلة التأمين الصحي لكل المصريين وفقا لرؤية مصر 2030. كان هذا تقريرنا الثالث في هذه الحلقة، وأرحب مرة جديدة بالدكتور عبد الله عوار عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب عضو مجلس نقابة الأطباء الغربية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. ما ينفعش نقفل ملف الصحة بدون أن نتحدث عن جائحة كوفيد 19 أو كورونا المستجد التي ضربت العالم، والحمد لله مصر عدت منها بشكل جيد. ويعني حسب ما قال الخبراء أن لولا 100 مليون صحة واكتشاف مجموعة كثيرة من الأمراض السارية اللي موجودة عند المصريين زي الضغط زي السكر زي الأمراض السمنة وغيرها، كان ضرر كورونا علينا هيبقى مختلف تماما زي ما حصل في دول كبيرة جدا. كلمني سريعا عن ملف كورونا في مصر، وقبل ما أدخل على الجزء الأخير من هذه المنظومة الكاملة. هو الحقيقة فندم جائحة كورونا كانت جائحة في منتهى الخطورة، اجتاحت العالم بالكامل وتأثرت بها مصر وتأثر بها الوضع الطبي والاقتصادي على مستوى العالم، لكن احنا واجهنا هنا في مصر ثلاث تحديات في منتهى الأهمية. نعم. كان رقم واحد هو البنية التحتية الطبية المصرية المؤهلة للتعامل مع هذه الجائحة المفاجئة. رقم اتنين بروتوكولات العلاج واللوجستيات الطبية اللي نقدر نستخدمها عشان نسيطر على هذه الجائحة. رقم ثلاثة التعامل مع وسائل الوقاية اللي خرجت بعد كده وهي اللقاحات والأمصال اللي خرجت بالنسبة لهذه الجائحة. خليني أوضح لحضرتك، كان في جهود الدولة أمر في غاية الأهمية. مستشفى الدولة بمجرد بداية الجائحة تم تخصيص أكثر من 40 مستشفى عام ومركزي وجامعي كمستشفيات عزل مجهزة بكل الإمكانيات المطلوبة. تم إعادة تهيئة العديد من المدن الجامعية للعمل كمقرات للعزل للمرضى لمنع انتشار المرض واتخاذ التدابير اللازمة. بكلم حضرتك في توفير بروتوكولات العلاج بالمجان في مستشفيات العزل، كان المريض بيتوجه للمستشفى، عندي بروتوكول التشخيص سواء بالأشعة العادية على الصدر أو الأشعات المقطعية، عندي بروتوكول العلاج بالأدوية بالكامل والمتابعة مع العزل المنزلي، كان بيتم توفيرها بالمجان من المستشفيات والمؤسسات الحكومية. بكلم حضرتك في لوجستيات مكافحة العدوى اللي انتشرت في كل مكان واللي بنشوفها في القرى وفي المدن لوسائل مكافحة العدوى وآليات التطهير اللي كان بيتم اتباعها لمنع انتشار المرض وزيادة معدلات الإصابة. بكلم حضرتك في توفير لقاحات كورونا. احنا بنتكلم يا فندم في تكلفة مادية منذ ظهور اللقاحات وحتى الآن تجاوزت ال 12 مليار جنيه من الدولة. نعم. لتوفير هذه اللقاحات بالمجان لجميع المواطنين والوافدين الموجودين على أرض الدولة المصرية. هذا الحجم من الإنفاق وهذا الجهد العظيم اللي قدمته الدولة
ربما ينظر بعض المواطنين انه يكون ما كانش افضل حاجه، لكن انا بنظر للنتائج. النتائج ايه؟ ان احنا من اقل دول العالم في تسجيل الوفيات اثناء هذه الجائحه. صحيح. ان احنا من اقل دول العالم في تداعيات الاصابه بهذه الجائحه، ان ربنا سترها بفضل الله وبجهود الدوله المصريه وبفضل هذا الشعب العظيم المترابط، واحنا شفنا ابان هذه الفتره حاله من الترابط الاجتماعي والتضامن بين الشعب المصري لاجتياز هذه المحنه الصعبه كانت في منتهى التميز والاهميه. فده كان ملف الحقيقه الدوله ادارته بحكمه شديده جدا، وفضل ربنا وجهود الدوله وتضافر جهود الشعب ادت ان احنا نتجاوز هذه الازمه بسهوله ويسر باقل الاضرار من فضل الله. وتعلمنا منها كتير. تمام يا فندم. هنا الجزء الاخير ان المنظومه الصحيه ليها عوامل مساعده. نعم يا فندم. اجهزه. نعم. الدواء جزء مهم جدا. نعم. وتم النجاح اخيرا في عمل هيئه للدواء المصري. نعم. عندنا مشروع لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما. نعم. نعم. عندنا مدينه للأدوية اللي هي جيتو فارما. نعم. وعندنا تصنيع الدواء، وكان من أهم طبعا يعني اللي تعلمنا منه من ملف كورونا نحن قدرنا نصنع اللقاح الخاص بكورونا، ويمكن بدأنا نصدره كمان لدول إفريقية ودول صديقة وغير صديق أو طبعا. يعني بشكل ما طبعا. هنا العوامل المساعدة ملف الدولة فتحته واستطاعت ان هي اديني معلومات عنه. تمام يا فندم. هو الحقيقه انا عايز اقول لحضرتك ان احنا نتيجه تقييم المرحله اللي فاتت الدوله حطت ايديها على كتير من السلبيات. ولما حطت ايديها على السلبيات بدات تتفاعل معاها بالشكل اللي انا هوضحه لحضرتك في بعض الملفات. تمام. اولا احنا اكتشفنا ان احنا عندنا مشكله خطيره جدا في وحدات الرعايه المركزه. وان اتاحه وحدات الرعايه المركزه للمرضى اللي محتاجين الامر ده امر بيكون فيه صعوبه. ومن هنا كان انطلاق الدولة بمشروع القومي للرعايات والحضانات من خلال غرفة مركزية، ان احنا في خلال تفاعل في خلال 48 ساعة بيتم توفير وحدة رعاية مركزة او سير رعاية مركزة لاي مريض تستدعي حالته الطبية هذا الامر وفقا لتقرير المستشفى. فالامر الاول كان دعم توفير الحالات الرعاية الصحية على حالات الطوارئ من خلال الرعايات المركزة والحضانات بهذا المشروع المتميز اللي الدولة قامت على تنفيذه، وهو بيعمل الان بكفاءة متميزة وينتظر مزيد من التطوير خلال المرحلة القادمة. النقطة الثانية ان احنا اكتشفنا انه في بعض الاماكن او المناطق على مستوى الجمهوريه الخدمات الطبيه اللي بتصل اليها ما بتصلش بالقدر الكافي، وكان من هنا اطلاق مشروع القوافل سواء اللي بتخرج من خلال مؤسسه الحياه الكريمه بالتنسيق مع المؤسسات المستشفيات الجامعيه او من خلال وزاره الصحه. انا بكلم حضرتك اجمالي عدد المترددين على قوافل حملة 100 يوم صحة فقط يا فندم اللي هي في ال 117 يوم اللي فاتوا. نعم. بلغ أكتر من 1,100,000 مواطن على مستوى الجمهورية، وبالتالي عندنا إقبال على القوافل اللي الدولة بتنظمها لتقديم الخدمات الطبية. بكلم حضرتك في مجالات مختلفة زي مجال قرارات العلاج على نفقة الدولة. كان عندنا مشكله كبيره انه القرارات علاج على نفقه الدوله محتاجه تمويل. وناس كتيره محتاجه طلبات، وحجم الطلبات ده محتاج فلوس كتيره بالنسبه للدوله في ظل ظروف اقتصاديه معينه. انا بكلم حضرتك من 2014 ل 2023 تم اصدار اكتر من 30 مليون قرار علاج على نفقه الدوله في جميع التخصصات الطبيه وفي جميع المستلزمات اللي محتاجها المرضى سواء علاجات او تدخلات جراحيه او دوائيه. ده امر في غايه الاهميه. بكلم حضرتك حمله 100 يوم صحه فقط لان انا حريص ادي اخر الاحصائيات اللي الناس لمساها على الارض. حملة 100 يوم صحة تم إصدار أكتر من 376,000 قرار علاج بتكلفة 3 مليار جنيه فقط في شهر سبتمبر الماضي. 3 مليار جنيه قرارات علاج على نفقة الدولة في شهر واحد في شهر سبتمبر اللي فات. النهاردة منظومة القرار علاج على نفقة الدولة كان عندي فيها سلبيات. الدولة عملت إيه من 2015 ل 2023؟ صرفت 10 مليار جنيه على ما كانت منظومة صناعة القرار بالنسبة لقرارات علاج على نفقة الدولة. لا. نتيجة هذا المبلغ إيه اللي حصل؟ حالة الطوارئ ما تنتظرش أكتر من 48 ساعة، أي قرار علاج على نفقة الدولة لا ينتظر أكتر من أسبوع ويكون تم إصدار القرار. لا. هنا الجهد اللي بيتم تنفيذه زي مجالات بنوك الدم زي ما حضرتك لسه بتوضح لي النهاردة ومشتقات البلازما الأدوية المشتقة من البلازما. النهاردة إحنا الدولة بصدد إنشاء المصنع الأول في المدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعندنا أكتر من 20 مركز لتجميع البلازما على مستوى المحافظات علشان هذا الأمر في غاية أهمية ان يتم توفيره والتعامل معاه بكافه مشتقات البلازما اللي احنا محتاجينها. حضرتك كلمتني عن تصنيع الدواء. الدوله مش بتقول هناخد خطوات، احنا بالفعل عندنا افتتاح مدينه الدواء المصريه، عندنا الدعم للصناعه الوطنيه، عندنا تشجيع للمستثمر الخارجي، عندنا رغبه في ان مصر تكون مركز لصناعه وتجاره الدواء في الشرق الاوسط، وعندنا هيئه الشراء الموحد اللي بتقدر توفر الدعم اللوجستي لمؤسسات الدوله. الاهم من كده يا فندم وهو المخزون الاستراتيجي. نعم. فكره ان الدوله تتحول ان انا زي ما
بخزن الغذاء وعندي مؤن غذائيه لثلاث شهور لست شهور، لازم يكون عندي مؤن طبيه مخزنه بره دائره الاحتياج تكفي لمده طويله من الادويه والمستلزمات الطبيه. هذا التطور في رؤيه الدوله وتعاملها مع الملفات الطبيه. طيب هو للاسف انا وقتي خلص، بس انا مش هقدر انهي الحلقه دي من غير ما اسالك سؤال مهم عن العنصر البشري المنظم والعامل في هذه المنظومه. الدوله اخذت اتجاهه ايه؟ بس سريعا ارجوك. احنا فندم الحقيقه من خلال حضرتك ومن خلال التلفزيون المصري بنوجه رساله تحيه وتقدير واحترام للفرق الطبيه المصريه، الاطباء والتمريض والعاملين وجميع العاملين داخل المنظومه الطبيه. كل اللي انا عرضته لحضرتك ده من جهد كان بتخطيط الدوله، لكن من قام بتنفيذه هو الفرق الطبيه والاطباء المصريين. لا. احنا بنطالب دايما الدوله بان يكون في مزيد تقدير من الاطباء، مزيد دعم للقضايا الاطباء، قانون المسؤوليه الطبيه، مرتبات الاطباء وما يخص باوضاعهم الماليه، البعثات الخارجيه للاطباء ودورات التدريب الداخليه. لا. بنناشد دايما الدوله ان يكون في توسع مع الطاقم الطبي بشكل عام، يكون في توسع في هذه الخدمات للاطباء عشان يبقى فيه مزيد من النجاحات ومزيد من المصداقيه في تنفيذ خطط الدوله. انا بشكرك دكتور عبد الله عوار، عضو الجمعيه المصريه للنظر القاري، عضو مجلس نقابه الاطباء الغربيه، شرفتنا النهارده ويعني سرد وافي جدا. انا بشكر حضرتك على هذه الارقام وعلى هذه المعلومات الكثيره. شكرا جزيلا، شرف لي يا فندم. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم. ده كان ملف هام جدا فتحناه النهارده في برنامجكم ملفات. فتحنا ملف الصحه وشعار صحة المصريين أولا. بشكركم على حسن المتابعة، بقول لكم تحيات فريق عمل هذه الحلقة وتحية حسام الدين عاطف. إلى اللقاء.